مشاهدينا، رسالة وجهت أو ستوجه للأخوة المتظاهرين وإلى جميع الأخوة العراقيين من صاحب المطعم، مفادها أن المطعم هو أصبح اليوم للمتظاهرين ويجب الحفاظ عليه، لأنه هو اليوم مأوى لهم ويحميهم من رصاص ودخان الغاز المسيل للدماغ. لذلك يجب أيضا احنا نوصيهم أن يحافظوا على هذا المكان وأن يهتموا بهذا المكان كونه هو مكانهم ومأواهم.